احنا الورش بتاعتنا على مدار سنتين 12 مستوى. المرحلة الأولى اللي هي ورش الرسم، المفروض بندرس فيها مبادئ رسم الطبيعة الصامتة والبورتريه والمناظر والفجر والتشريح. بنشتغل فيها أكتر على الأساسيات بتاعة بناء اللوحة، إزاي نرسم وإزاي نظلل وإزاي عينينا تشوف الحاجة بشكل سليم، وبنشتغل بخامات الرسم بس. بعد كده بندخل على المستوى الخامس اللي هو الألوان الخشب، وبندرس فيه نظريات اللون وأي تفاصيل تانية ليها علاقة بالألوان. وبعد كده بندخل على الباستل، وحاليا احنا في المستوى السابع اللي هو الألوان الجواش. طبعا خامات الرسم معروف الفرق بين الرسم والتصوير. الرسم هو ان انا ارسم بلون واحد ودرجاته زي الاقلام الفحم والرصاص والجاف والماركر والحبر والحاجات دي، انما التصوير معتمد في الاساس على التلوين. فما كانش ينفع ندرس التلوين قبل ما ندرس الرسم ونتقن الرسم باستخدام الاقلام والخامات البسيطه دي. بدانا بالاقلام الخشب في ورش الالوان لان هي قريبه شويه في طبيعتها من الخامات بتاعه الرسم. انا ما زلت ماسك قلم متحكم فيه كويس بس بدات الون، وكمان عشان الطريقه بتاعه خلط الالوان بتاعه الالوان الخشب كانت بتعلمني بشكل كبير ازاي اطلع درجات الوان مختلفه باستخدام فكره الشفافيه وفكره دمج الالوان. بعد كده اشتغلنا على الباستل، ما زلنا ما استخدمناش فرش خالص لسه، انا بستخدم صباع برضو زيه زي القلم، بس شلنا الجزء الخشبي اللي موجود. فبقيت كاني بستخدم برضو خامات الرسم وفي نفس الوقت بتدرب على فكره استخدام الفرش، لان صباع الباستل كان بيديني امكانيه ان انا اطلع تخانات مختلفه وخطوط ومساحات شبيهه بالاداء بتاع الفرش. وبعد كده دخلنا في الليفل السابع اللي هو اول مستوى في مستويات دراسه الالوان المائيه. احنا عندنا الالوان المائيه بتنقسم لثلاث حاجات، الالوان الجواش والالوان المائيه الووتر كالر او الاكوريل، وبعد كده الاكريليك، وفي الاخر خالص بنختم بالالوان الزيتيه. طبعا كل خامه من دول بتفهمني الخامه الثانيه، يعني احنا مش هنفهم الاكوريل بشكل كامل غير لما نفهم الجواش، ولما ندرس الاكوريل هتلاقي نفسك ان انت فهمت حاجات اكتر في الجواش اللي انت درسته، وبالتالي بعد كده هيعرفنا ازاي نشتغل بالاكريليك وبعد كده الزيت. فكل الخامات مرتبطه وبتمهد لبعضها، يعني مفيش حاجه اسمها انا هتعلم الوان زيت من غير ما اتعلم اكوريل، لا، ما هو دراسه الاكوريل هتساعدك ان انت تستخدم الالوان الزيت بشكل سليم، لان هما كلهم جايين من منبع واحد ومصدر واحد في البدايه هنتكلم عليه في المحاضره دلوقتي. بعد كده بندخل على المستوى ال 11 الكولاج والميكسد ميديا، وبعد كده المستوى ال 12 الاسمبلاج وفنون التجميل. ده باختصار الورش بتاعت المبادئ والاساسيات، وبعد كده طبعا بيبقى في مستوى متقدم هنتكلم عليه بعدين ان شاء الله. طيب بالنسبه للالوان الجواش، الالوان الجواش الوان بسيطه وسهله في الاستخدام، بتستخدم في مجالات كتيرة جدا من مجالات الرسم والتصوير والتصميم. الخامة نفسها هتعلمنا فكرة خلط اللون كويس، يعني هي الخامة دي دايما بتعمل بيها التمارين بتاعت عجلة الألوان وخلط الألوان وكده عشان أعرف أطلع درجات مختلفة. كلمة جواش أصلها كلمة إيطالية قديمة كانت اسمها جواتسو، جواتسو يعني كانت الألوان المائية المعتمدة. وزمان ما كانش فيه التفرقه دي بقى، ما كانش فيه حاجه اسمها جواش واكريليك واكواريل. طبعا الاكريليك عمره قريب يعني من بدايات القرن العشرين كده، فهو مش داخل في الحسبه قوي دلوقتي، لكن زمان كان الفنانين بيشتغلوا على اساس ان دي اسمها الوان مائيه، سواء استخدمتها بشفافيه زي الاكواريل او استخدمتها بشكل معتم زي الجواش او استخدمتها بالطريقتين في نفس العمل الواحد. طيب الكلمه بتاعت جواش، طبعا استخدام الجواش كان موجود على مدار التاريخ يعني، لكن كلمة جواش نفسها ما ظهرتش غير في القرن ال 19 لما بدأوا بقى يفرقوا ما بين الألوان الشفافة والألوان المعتمة. طيب الجواش موجود من إمتى؟ يعني لو شفنا العمر الفعلي لطريقة التلوين بالألوان الجواش هنرجع مثلا لحوالي 40 ألف سنة، أيام الإنسان البدائي كان بيرسم على جدران الكهوف الرسومات البدائية بتاعته. كان بيستخدم طريقه معتمده على اكاسيد الالوان اللي احنا بالفعل بنستخدمها في تحضير الالوان الجواش والزيت والاكريليك وبقيه الخامات كلها، لكن كان بيستخدمها بشكل بسيط. كان بيجيب الالوان دي ويخلطها بالميه ويبتدي يشتغل بيها بشكل مباشر على الحجر، لكن قبل ما يشتغل على الحجر كان بيرشه بالميه عشان يرطبه، فالرطوبه دي بتمتص الحبيبات بتاعه الاكسيد وتبقى جزء من الحجر نفسه. الطريقه دي بتسمى بتقنيه الافريسك او الفريسكو. التقنيه دي من اقدم تقنيات التصوير في العالم،
التقنية دي معتمدة على عملية بتحصل اسمها الكربانة، اللي هي المعادلات الموجودة على الشمال. عملية الكربانة دي بتخلي الأكاسيل تتفاعل مع السطح وتتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون اللي في الجو وتبقى جزء أصيل من الحجر نفسه. عشان كده هتلاحظوا الألوان بتاعتها محافظة على شكلها لحد دلوقتي، بيبقى صعب إن إحنا نشيلها إلا لو كسرنا الحجر نفسه، فكأن الحجر نفسه هو اللي بقى ملون. التقنية التانية اللي شبيهة بقى بالجواش اللي هنستخدمه النهارده تقنية التمبرا. تمبرا في اللغة يعني يتصلب، والتمبرا أصلا جاية برضو نتيجة لفكرة الفريسكو، بس بدأ الفنان هنا يضيف مادة رابطة. المادة الرابطة كانت بتبقى زلال البيض، صفار البيض، أو الصمغ أو الشمع. فإحنا عندنا ثلاث أنواع من التمبرا، عندنا تمبرا البيض وتمبرا الشمع وتمبرا الصمغ. ايه فايده بقى الروابط دي او المواد الرابطه دي؟ فايدتها ان هي تثبت الالوان على السطح بشكل قوي وتعزلها عن العوامل الخارجيه بحيث تحافظ على الالوان فتره طويله. فدي العمليه بتاعت التمبرا، كانوا بيحطوا الاكسيد على البيض اللي هو صفار البيض بس ويخلطوه ويبتدوا يشتغلوا بيه بشكل مباشر، او بيستبدلوا البيض ده بالصمغ او الشمع. دي بعض امثله لتقنيه التمبرا. طبعا التمبرا الفريسك من التقنيات الصعبه، كان الفنان عشان يعمل لوحه زي دي كان ممكن ياخد وقت طويل جدا، والاداء نفسه صعب لان السطح بيشرب اللون بسرعه، فلازم الفنان يبقى حذر. التقنيات دي بنسميها تقنيات اضافه بس، مش تقنيات حذف واضافه زي الزيت والفحم والرصاص. الزيت والفحم والرصاص نقدر نمسح فيهم ونعدل طول الوقت واللون ما بينشفش ما بيتصلبش، انما هنا اللون بيتصلب بسرعه وبينشف بسرعه، فبيبقى صعب ان انا اقعد اعدل وامسح واظبط الشغل بتاعي، فلازم الشغل يبقى دقيق واشتغل حته بحته لحد ما اخلص الشغل كله. دي بعض النماذج. طبعا صعوبه الاداء في التقنيات دي خلت الفنانين دايما عندهم حلم ان هم يكتشفوا او يخترعوا خامه جديده تبقى سهله وسلسه في الاداء زي الالوان الزيت كده، وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في محاضره الالوان الزيت. من اشهر النماذج اللي اشتغل عليها الفنان بالتمبرا حاجه اسمها الكارتوناج. الكارتوناج دي كانت اقنعه الموتى في مصر القديمه وفي الفتره الرومانيه. كان الميت بيعملوا له قناع كان عباره عن كتان او ورق بردي، وبعد كده بيتحط عليه طبقه من الجبس، وبعد كده يرسموا بالتمبرا فوق طبقه الجبس، وده جزء من قناع انوبيس. من اشهر طبعا الاقنعة الموجوده في العالم البورتريهات بتاعه وجوه الفيوم، دي معموله بتمبرا الشمع على خشب او كتان. دي بعض النماذج، ويقال ان هي في القيم التشريحيه والاكاديميه بتاعتها سبقت الفنانين بتوع عصر النهضه. طبعا دي كانت قبلها بمئات السنين. يبقى التقنيات دي كلها شبيهه بالفكره بتاعت الجواش اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، لان اصلا فكره تصنيع الجواش قايمه على ان انا بجيب بودره اللون واخلطها بماده رابطه، ايا كانت الماده الرابطه دي هتبقى ايه. ده بورتريه من البورتريهات اللي داخل في تكوينها التمبرا والزيت. في وقت من الاوقات كان ممكن الخامات دي تدخل مع بعض قبل اختراع الزيت. طبعا اللي اكتشف الالوان الزيت فنان اسمه جان فان ايك واخوه هيوبرت، دول اللي عملوا اول لوحه زيتيه بشكل كامل 100% معموله بالالوان الزيت. استخدام الزيت قبل كده كان محدود. طبعا الالوان الزيت عباره عن اكسيد وزيت رسم، زيت جافوف اللي هو زيت بذرة الكتان أو زيت الخشخاش أو زي أي زيت جافوف. فبالتالي كان ممكن الألوان دي تتعرض للأكسدة ولونها يتغير، فبالتالي كانوا بيستخدموها استخدام محدود مع بعض التقنيات الأصلية التانية زي التمبرا والفريسكو والحاجات دي. لكن بعد كده التركيبة بدأت تتظبط على إيد جان فان أيك، وبدأوا يعملوا لوحات زيتية مكتملة كلها معتمدة على الألوان الزيت. وده هيودينا لحته بعد كده ان الجواش ممكن يستخدم مع اي خامه من الخامات. يعني الجواش من اكثر الالوان اللي ممكن استخدمها مع خامات تانية واعمل بيها ميكسد ميديا، يعني ممكن اشتغل بيها مع الفحم مع الباستل مع الاويل باستل مع الزيت كمان، وهنشوف امثله على كده. الجواش استخدم، يقال ان هو استخدم من اكثر من 12 قرن، يعني من 1200 سنه، واستخدم في الرسوم القديمة المخطوطات الفارسية والهندية القديمة. عشان كده بعض التصنيفات العلمية بتصنف الجواش خامة رسم مش تصوير.
يعني دايما الرسم مرتبط بفكرة الرسوم التوضيحية والتوثيق والحاجات دي، والتصوير مرتبط بالفن أكتر، اللمسة الفنية اللي فيها حرية وفيها اختزال وفيها إن العين بتكمل الناقص والخيال بيكمل الناقص وكده. بس طبعا ده لا يتناسب مع فكرة الرسوم التوضيحية وأغلفة الكتب والتصميمات، فبالتالي الجواش كان مستخدم أكتر في الحاجات دي على عكس الزيت مثلا. ما ينفعش أعمل رسم توضيحي في كتاب بالألوان الزيت، ما ينفعش أعمل بوستر بالألوان الزيت. يعني لو حد طالب مني تصميم هيتسلم بكرة مثلا، ايه انسب خامه تتعمل بيها البوستر وتنشف بسرعه وتتسلم على طول؟ هي الجواش. فبالتالي هنلاحظ ان الجواش مستخدم في كل مجالات التصميم والرسوم التوضيحيه، عشان كده بيصنفوه ان هو خامه رسم برغم ان هو بيلون، برغم ان هو بيطلع الوان. دي برضو حاجه من القرن ال 12 في الهند معموله بالجواش، بس بفكرته الاصليه، فكره ان انا بحط صمغ عربي كمادة رابطة مع الأكاسيد الملون. برضو دي رسمة توضيحية للنبات معمولة من سنة 1649 ل 1659، معمولة بالجواش. طيب يبقى في الأساس الجواش معمول عشان التصميم ولا عشان التصوير؟ هو في الأساس معمول عشان التصميم، ولكن ده ما يمنعش إن بعض الفنانين زي الفنان اللي قدامنا ده إن هو يرسم بيه لوحة تصويرية يصور بيها الواقع. لكن ما ينفعش استخدم الالوان الزيت في التصميم مثلا، مش هتبقى مناسبه خالص، لان الالوان الزيت اخترعوها في الاساس عشان تبقى مناسبه للتصوير مش التصميم. دي لوحه لتولوز لوتريك فنان فرنسي معموله بالالوان الجواش سنه 1890. دي لوحه معموله في مجله برسم توضيحي سنه 46. ده منظر لفنان اسمه رالف باركر معموله بالجواش، فهو خامه سلسه ينفع يتعمل بيها تصوير وينفع يتعمل بيها تصميمات، يتعمل بيها بوسترات. حتى الرسوم المتحركه ال2 دي كانت بتتعمل كلها بالجواش، سواء الخلفيات او الشخصيات المتحركه. اي فنان واي مصمم بيقدم اي تصميم من اي نوع لازم بيستخدم في الاساس الالوان الجواش، إن هي سلسة وبسيطة وبتساعده في تكوين الألوان بسهولة اللي هو محتاجها، وكمان بتدي له مساحات مصمتة على عكس الخامات التصويرية. ده بوستر برضو معمول بالجواش. دي لوحة لجاكسون بولوك معمولة سنة 1943، مستخدم فيها الألوان الزيت مع الألوان الجواش، طبعا خامتين عكس بعض. احنا لو صنفنا كده الخامات اللي عكس بعض هنقول ان الجواش في ناحية والزيت في ناحية تانية خالص، ده وسيطه مية وده وسيطه زيت. ففكرة إن الجواش قبل إن هو يدخل مع الزيت، فده بيبين قد إيه إن الخامة دي عندها إمكانيات إن هي تتداخل مع أي خامة تانية وتبقى متناسقة والدنيا ماشية كويس. دي لوحة لهنري ماتيس معمولة بالألوان الجواش. اللوحة دي تبان إن هي كولاج ولكن معمولة بالألوان الجواش. طبعا هو بيلزق تيب وبعدين يقعد يلون، فتديك الإحساس بتاع المساحات السوليد المصمتة دي. دي لوحة لفنان اسمه أجنس مارتن معمولة بالووتر كالر وبالجواش وبالحبر سنة 65. دي لوحة برضو بالجواش. كل دي أمثلة بتوريك قد إيه الجواش متنوع، إن هو بينفع في التصوير، بينفع في الواقعية، بينفع في التجريد، بينفع يدمج مع خامات تانية. وهنحاول إن شاء الله في المستوى اللي إحنا فيه ندخل الجواش مع بعض الخامات التانية كوسيط مختلف. يعني ممكن ندخل الفحم، ممكن ندخل اويل باستل، ممكن ندخل قلم جاف او قلم حبر وهكذا. طيب تعالوا بقى نشوف المكونات الاساسيه للجواش. احنا قلنا طبعا ان هو بيعتمد في شكل اساسي على الاكسيد الملون اللي هو جاي اصلا من الحجاره الملونه اللي بتطحن كويس وبعد كده تتخلط مع الماده الرابطه. الماده الرابطه الاساسيه معانا هنا هي الصمغ العربي اللي بيستخرج من الاشجار. وبعد كده طبعا عشان نحسن من جودة اللون ما يبقاش متغير، ما يبقاش غير متماسك مع السطح، نبتدي نضيف بعض المواد التانية. عندنا طبعا جليسرين. جليسرين بيدي لمعة وبيدي ثبات أكتر للون. عندنا مادتين، مادة اسمها كربونات الكالسيوم أو بلانك فيكس. المادتين دول بيسموهم مواد ملقى، فيلر. المادة الملقى دي دورها إن هي تنفش الألوان، يعني تخلي القوام بتاع الألوان قوام غليظ، في نفس الوقت تكتر الكمية بتاعت اللون. فطبعا لو قلنا مثلا ان مكعب الالوان المايه الاكوريل لو حبينا نحط عليه مواد ملقى ممكن يعمل 5 برطمانات جواش، لان هو الالوان الاكوريل بتبقى صبغه مركزه،
ما عليهاش المواد المالئة دي. فيمكن المواد المالئة دي في الجواش هي اللي خلته يجير او ما يبقاش متماسك بعد اللوحة ما تنشف، او بيبقى مطفي شوية مش بيلمع، لان هي ليها ميزة وعيب. ميزة ان هي بتعمل تغطية كويس وبتزود القوام بتاع اللون، لكن في نفس الوقت بتأثر على النقاء وبتأثر على اللمعة بتاعته. المادة الأخيرة اللي موجودة معانا هي مادة اسمها ديكسترين. المادة دي مادة لصقة مستخرجة من النشا، لونها أصفر. المادة دي بتبقى موجودة في اللزق بتاع الباسبرتو اللي هو بيتبل بالمية، أو في الأظرف القديمة اللي كانت بتتبل كده بالمية وتلزق. فهي مادة لاصقة برضو، ودورها إن هي تربط الحبيبات مع بعض بشكل قوي أو مع السطح. فدي المكونات الأساسية. الجدول اللي فوق ده فيه النسب بتاعت كل مادة في تركيبة الجواش. طبعا النسب ممكن تختلف حسب جودة الألوان نفسها. طيب ازاي نعرف الدرجات اللي انا محتاجها في التصوير؟ يعني طبعا مش هنشتري كل الدرجات، انا بشتري الدرجات الاساسيه اللي اقدر اطلع منها الدرجات اللي انا محتاجها. لو دخلنا على موقع مثلا من مواقع شركات الالوان، دي شركه وينسور، هتلاقي ان وينسور مقدمه لك من الالوان الجواش الدرجات دي، بتقول لك ان انا بنتج الدرجات دي من الالوان الجواش. الصفحه بتاعت الزيت هتوريك برضو الالوان الزيت اللي هي بتنتجها. فبالتالي بندخل ونختار الدرجات بالاسم بتاعها بالرقم بتاعها، وبعدين بروح المكتبه واشتري. طب ايه الاصفرات اللي انا محتاجها؟ مثلا انا احتاج اصفر ليمون، احتاج اصفر كادميوم، احتاج اصفر اوكر. وممكن طبعا المسميات تبقى متغيره شويه، يعني هنلاقي مثلا الاوكر موجود تحته، يعني الكادميوم ريد هنلاقيه مثلا اسمه برميليان ريد في حته تانيه، شركه تانيه. عشان كده لازم كل موقع ادخله اركز قوي في اسم اللون والشركه مسميه الدرجه دي ايه والرقم بتاعها ايه، عشان اروح اشتري برضو من المكتبه نفس الماركه بنفس الارقام بنفس الدرجات. يبقى انا محتاج ثلاث اصفرات، محتاج من الاحمرات الاحمر الفيرميليان او الكادميوم، ومحتاج الاحمر الكريمزون اللي هو الغامق خالص. وايا كان اسمه انا محتاج الدرجتين دول، درجه تكون قريبه من البرتقاني شويه فاتحه، ودرجه تانية تكون غامقه شبه النبيتي. طب بالنسبه للازرق، انا محتاج الازرق الالترا مارين اللي هو الزهري، ومحتاج الازرق البروسيا اللي هو غامق قريب من الاسود شويه عشان اقدر اغمق بيه، ومحتاج ازرق تاني سيريليان يكون تركوازي شويه يجيب لي الدرجات بتاعه التركوازات. يبقى كده ثلاث درجات ازرق، ومحتاج درجه اسود ودرجه ابيض. طبعا هنلاقي ان في زنك وايت، ابيض زنك، وابيض تيتانيوم. الابيض التيتانيوم بيبقى افتح ولونه ناصع اكتر. الاسود عندنا ايفوري، وعندنا بيرلاين، وعندنا لامب بلاك، وعندنا جيت بلاك. طبعا كل اسود من دول بيختلف درجه اللون بتاعته، في واحد مصفر، واحد محمر، واحد مزرق، حسب انت هتبقى محتاج الاسود عامل ازاي. لكن دي مش قضيتنا دلوقتي، نبقى نتكلم عن الاسود بعدين. يبقى انا محتاج ثلاث اصفرات، محتاج اثنين احمر، محتاج ثلاثه ازرق، محتاج ابيض، محتاج اسود. نيجي بقى للماركات المتوفره في السوق عندنا. عندنا شركة تالنز بتقدم مستويين، الألوان التالنز الأصلية اللي هي دي، طبعا سعرها بيبقى أغلى شوية وجودتها بتبقى أعلى، وبعدين الألوان الأرت كرييشن بتاعة المبتدئين، طبعا جودتها بتبقى ضعيفة. إنما الألوان الأساسية اللي هي التالنز الأساسية هنلاقي إن في بعض التفاصيل عليها كده، هنلاقي في رقم وفي علامات زائد. الرقم ده رقم اللون نفسه، يعني اللون ده لو خلص مني لازم أجيب 501 مش 502، لأن في بيبقى في فروقات في الدرجات. علامات الزائد دي عباره عن ايه؟ دي الضمان اللي الشركه بتديه لك على بقاء اللون على اللوحه نفسها. يعني الثلاث علامات زائد دول الشركه بتقول لك ان اللون على اللوحه مش هيبتدي يتغير الا بعد 100 سنه مثلا. بعد 100 سنه تحس ان اللون بيتغير شويه، بيحصل فيه تشوهات مثلا، بيصفر لونه، بيتغير حسب ايه اللي هيحصل بالظبط. لكن ده في ظروف العرض الطبيعيه، ما ينفعش تعرضها في الشارع مثلا وتقول ان هي بعد 100 سنه هتفضل كويسه، لا خالص. يعني الشركه بتديك الضمان ده على اساس ان انت هتحط اللوحه في مكان متعادل واضاءته كويسه ومناسبه والظروف الجويه مناسبه للوحه. طب لو علامتين زائد، يعني ممكن يقول لك من 60 ل 70 سنه، لو علامه زائد واحده من 30 ل 40 سنه، لو ما فيش علامات زائد خالص ساعتها يبقى جوده اللون اقل واضعف وفكره الاستدامه نفسها اقل. يبقى العلامات الزائد دي مرتبطه بالضمان وعنصر الاستدامه اللي موجود في اللوحه، يعني بيقول لك اللوحه هتعيش قد ايه. فطبعا لو انت حد مهتم بان لوحاته هتروح متاحف والناس هتقتنيها وكده، لازم طبعا تختار الحاجات اللي جودتها كويسه او فيها علامات زائد اكتر. الالوان الجواش
مع الزمن ممكن لو انت مستخدم طبقات كتير ممكن الطبقات دي تشقق وتقع، ان هو نسبة التماسك فيه مش زي الألوان الزيت مثلا او الأكريل. لكن تغيرها كلون ما بيبقاش سريع قوي زي الألوان الزيت مثلا. الألوان الزيت لو اتحفظت في ضلمة ألوانها بتسود، بتتأكسد وتسود. لو اللوحة اتشالت في إضاءة قوية مباشرة زي إضاءة الشمس مثلا ممكن فترة قصيرة الألوان تبيض وتبهت. لو اتحطت في إضاءة متعادلة بتصفر مع الزمن، اللي هو بيسموها جاليري تون، يعني الإضاءة المتحفية. الإضاءة المتحفية دي بتخلي الألوان الزيت تصفر مع الزمن، بس طبعا ما فيش مفر إن الألوان الزيت ما تتغيرش، لازم هتتغير، لكن الاصفرار ده هو أسلم حل، عشان كده سموه جاليري تون، بيديها تعتيقة كده وبتحسسك إن هي قديمة. الألوان الأكوريل مثلا، ألوان المية، الألوان المية عشان ألوان شفافة فبتتأثر بالضوء، عشان كده مش هتلاقي متحف في العالم بيعرض ألوان أكوريل لمدة طويلة، يعني لازم بيحدد يوم في السنة كده أو فترة في السنة إن إحنا هنطلع لوحات الأكوريل ونعرضها وبعدين هترجع تاني نشيلها في المخازن، لأن هي ما ينفعش تتعرض للضوء لوقت طويل. دي علبة تانية بتعملها تالنز ارت كرييشن، فيها باليتا وفيها سكتش وفيها فرش. دي الالوان البوستر المحطوطة في برطمانات. ايه الفرق بين اللون المحطوط جوه البرطمان واللون المحطوط جوه الانبوب؟ طبعا طبيعة اللون بتختلف، بس هما في النهاية جواش، هما الاتنين جواش وينفع استخدمهم الاتنين مع بعض في نفس اللوحة. لكن الالوان البوستر اللي معموله ببرطمان معموله لتصميم البوسترات اكتر، عشان كده اسمها بوستر، لان هي بتستخدم في التصميم وبتعمل تغطيه وبتعمل سمك لون اكتر، عشان كده تحسوا ان قوام اللون غليظ اكتر، ما ينفعش يتحط جوه انبوب، يعني هو تقيل. انما الالوان التانية الجواش اللي في الانابيب معموله بهدف التصوير مش التصميم، هتلاقوا اللون خفيف اخف بكتير من اللي في البرطمانات، عشان كده حطيناها في انبوبه، لان الفنان اللي هيستخدمها على باليتا مسطحه زي الالوان الزيت كده بالظبط. انما البرطمانات الفنان هيستخدمها في التصميم فهيطلع اللون منها ويحطه في باليتا تانية عيون. فاحنا عندنا نوعين حتى من الباليتات دلوقتي، الباليتا اللي هي المسطحه، باليتا الالوان الزيت، والباليتا التانية اللي هي عباره عن عيون. الباليتا العيون دي بتستخدم في التصميم، والباليتا التانية بتستخدم في التصوير. يبقى انا لو عاوز اعمل تصوير واعمل لوحه تصويريه استخدم الباليتا المسطحه دي، لان انا محتاج الالوان تتداخل مع بعض ما يبقاش في بينهم فواصل، عشان اطلع درجات ويبقى في غنى لوني ويبقى كل الالوان واخده من بعض وكده. انما الباليتا التانيه للتصميم بستخدمها في تصميم البوسترات، وفي العاده تصميم البوسترات او الرسوم التوضيحيه او الحاجات دي بتحتاج الوان محدده، يعني التصميم ممكن يبقى 6 الوان مثلا، فانا هستخدم العيون دي عشان كل عين يبقى فيها درجه من الالوان، عشان الدرجه لو خلصت اكون زيها تاني بحطها في نفس المكان من غير ما تتخلط بالالوان التانية. لان طبيعي بوستر هيتعلق في الشارع انا مش محتاج فيه كم الدرجات اللي تبقى موجوده في لوحه تصويريه موجوده في متحف مثلا، انما المتحف انت بتقف قدام اللوحه تتفرج عن قرب وبتشوف التفاصيل كويس، انما البوستر ده بيبقى دوره ان انت تشوفه وانت ماشي بسرعه وانت راكب عربيه، فبالتالي لازم الوانه تبقى بسيطه ومحدده وموجهه للهدف اللي البوستر معمول عشان. فدي الفرق بين البرطمانات وبين الانابيب بتاعه الجواش، لكن هما الاثنين في الجواش، وينفع استخدم عادي البرطمانات في التصوير، وينفع استخدمها في التصميم، وينفع استخدم الانابيب في التصميم والتصوير، بس انا بقول لكم مين افضل ومين معمول لايه في الاساس. طبعا الالوان اللي في البرطمانات لو اتخففت بالميه زياده ممكن تغير، لان نسبه المواد المالئه اللي عليها اكتر من الانابيب، انما الانابيب لو استخدمت فيها ميه كتير ممكن تديني الاحساس بتاع الاكوريل من غير ما تغير، فبالتالي برضو التانية بتقدم لي درجات أكتر، بتقدم لي تنويع في السطح نفسه، في لمسة الفرشة، في نسبة المية الموجودة، إنما البوستر مش بتديني الميزة دي. عندنا بعد كده بيبيو. بيبيو شركة فرنسية ليها فرع في الصين، فبتعمل الماركة بتاعت استوديو، طبعا جودتها كويسة لكن تبقى أقل من الماركة الأساسية اللي هي البيبيو الأصلية. بيبيو بتقدم برضو استوديو بس في عبوة تانية مختلفة، عبوات كبيرة. وينسور اند نيوتن بتقدم المستويين دول. دي شركة تالنز بتقدم التالنز اللي في الأنابيب اللي هي الجواش اللي بتنفع للتصوير أكتر، وبتقدم الجواش اللي في البرطمانات اللي هو مناسب للبوسترات والتصميم أكتر. شركة يابانية اسمها هيمي بتقدم جواش جيل زي الجيلي كده، يبقى عليه مادة بتخلي
قوامه لزج وما بتنشفش بسرعة، واقدر استخدمها بشكل مباشر من العلبة على طول، واقدر استخدمها بشكل شفاف فتديني شفافيات شبه الاكواريل، واقدر استخدمها بسمك لون فتديني الاحساس بتاع الالوان الزيت. دي برضو علبة بتعملها شركة ماريز للجواش الجل، ده الاحساس بتاع الالوان. هتلاحظوا طبعا ان في تاتشات، في حس تصويري قوي في الشغل، في شفافيات زي الاكواريل. فدي مثلا ما اجيبهاش واعمل بيها تصميم، مش هتنفع، لان هي هتديني تنويعات في الدرجات وشفافيه وسمك وحاجات كده، فمناسبه اكتر للتصوير. عندنا الجواش الكازين، دي شركه اسمها ريتشسون بتقدم جواش كازين. كازين ده اللي هو اللبن، الوسيط هنا بتاع الالوان، بيستخدم فيه اللبن، ده اللبن الرايب، بتاخد البودره دي وبتتجفف وبعدين يخلطوها مع اكاسيد الالوان، فبتديني لون جواش بس ناعم وخفيف قوي، مش بيعمل طبقات، ونسبه ثباته قويه لان البودره دي بودره ناعمه بتدخل في مسام الورق وبتخلي اللون ثابت بنسبه كبيره. عشان كده احيانا بيستخدموه في تحضير الاسطح للجواش، يعني ممكن يحضر لون في الاول وبعد كده يكمل اللوحه بالالوان الجواش العاديه، كانه بيدي ارضيه بالاكريليك، شبه الاكريليك كده. وده الاحساس بتاع الالوان الكازين، تبقى مطفيه شويه لكن ناعمه، ومش بتدي سمك تقيل قوي زي البوستر مثلا. دي لوحه تانيه بالكازين. شركه تانيه اسمها جانزاي بتقدم الوان ما بين الجواش وما بين الووتر كالر، يعني احنا قلنا البوستر ده، بوستر ده اتقل حاجه، بيديني سمك لون وطبقات تقيل. البودره في الالوان البوستر، بودره الاكسيد، بتبقى خشنه، حجم الحبيبات نفسها بتبقى مش مطحونه كويس. وبعد كده عندنا الجواش، البودره بتبقى انعم شويه، فبالتالي بتديني مستويات اقل من التخانات. وبعد كده عندنا الجنزاي، بعد كده عندنا الووتر كالر او الاكواريل. يبقى عندنا الاكواريل حبيباته مطحونه بنسبه كبيره، عشان كده الورقه بتتشرب الالوان وبيبقى صعب ازالتها بعد كده كمان. بعد كده البنزاي، بعد كده الجواش، بعد كده البوستر. ودي لوحه معموله بالالوان الجنزاي، تحس ان هي جواش ولا اكواريل، يعني هي حاجه في النص. دي اشكال الفرش اللي هنحتاجها الفتره دي. طبعا في اشكال تانية كتير هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله في الالوان الزيت، لكن احنا محتاجين فرشه زي دي للارضيات والمساحات، ولو عاوز اعمل طبقه تحضير اساسيه للسطح اللي بشتغل عليه، الفرشه دي بتبقى اصغر شويه، ممكن دول نبتدي نستخدمهم في المساحات الكبيره، بعد كده بنصغر. انما هتلاحظوا ان الشكل ثابت، يعني هو الشكل المبطط ده اللي بيديني الاحساس التصوير اكتر. معايا طبعا سكينه للون اطلع بيها الالوان من البرطمانات لو انا بشتغل برطمانات، ممكن اخلط بيها الالوان على البالته، ومعايا فرش تانية اصغر شويه، وبحتاج لفرشه مدوره زي اللي تحت خالص دي في حاله ان انا عاوز اعمل خطوط ناعمه وخطوط رفيعه بس. انما الفرش الاساسيه هي نفس فرش الزيت والاكريليك، نفس الشكل بالظبط، لكن طبعا يفضل ان انا كل خانه يبقى ليها الفرش بتاعتها، يعني فرش الجواش ما استخدمهاش في الزيت، وفرش الاكريليك ما استخدمهاش في الاكواريل، وهكذا. لكن هما نفس الشكل في النهايه طالما انت عاوز نتيجه تصويريه. والباليتا اللي بنستخدمها طبعا الباليتا المسطحه. دي مقارنه بين الووتر كالر وبين الجواش وبين البوستر. هنلاحظ ان الووتر كالر بيديني الوان شفافه على طول الخط، حتى الدرجات الغامقه نفسها بتبقى فيها شفافيه عاليه، وما اقدرش استخدم الاكواريل ويديني سمك لون لان هو مش مستعد لكده اصلا. بعد كده عندنا الالوان الجواش بتديني درجات متعدده، ممكن اخفها تبقى شبه الاكواريل، ممكن اتقلها وتبقى شبه الجواش التقيل. وبعد كده عندنا البوستر، طبعا المثال مش مدين قوي، لكن البوستر مش بتديني درجات متنوعه قوي زي الجواش، ما اقدرش استخدمها ميت لون قوي لان هي ممكن تغير، لان هي اصلا معموله عشان تعمل مساحات مصمطه اكتر. ده شكل الحبيبات بتاعه الجواش، هتلاحظوا طبعا الاجزاء كلها فوق الورق، البوستر حجم الحبيبات اكبر لكن ما زالت كلها فوق سطح الورق، وده بيفسر عدم ثبات الجواش بعد اللوحه ما تخلص، ممكن لو رشيت ميه عليها تتفكت. عندنا بعد كده الووتر كالر، الحبيبات كلها تحت الورقه وحجمها صغير. الجنزاي حبيباتها اكبر شويه من الووتر كالر واصغر من الجواش، ونصها فوق الورقه ونصها تحت الورقه.
نشوف بعض الأمثلة للفنانين اشتغلوا بالجواش، ودي الفنانة أسماء خوري، هي بتستخدم الجواش بأداء تصويري مميز جدا كأنها بتستخدم ألوان زيت، لكن طبعا النتيجة في الآخر مختلفة عن الزيت، لأن الألوان الجواش ليها شخصية حجرية شوية، هتلاقوا اللون مطفي وحجري أكتر، ودسامة اللون نفسها مختلفة عن الألوان الزيت. الطريقة اللي بنشتغل بيها الألوان الجواش، الطريقة الأساسية للتلوين يعني، بيسموها بلوكن إن، يعني بعمل بلوكات لون جنب بعض. هتلاحظوا إن اللون ده معمول ومتكون على الباليتا وبعدين اتحط في مكان، اللون اللي بعده اتكون على الباليتا بالظبط واتحط في مكان، وبعدين اللسعة دي اتحطت في مكانها، فما فيش مجال إن أنا أقعد أسيح وأكون اللون على اللوحة. ده ممكن يحصل في الزيت، لأن يعني في الزيت أنا بشتغل على توال أو خشب وبقعد أروح وأجي بالفرشة كتير، مش بيحصل حاجة، والالوان بتبقى بتلمع اصلا فمش هتغير مني بسهوله. انما في الالوان الجواش لو قعدت اتحرك كتير على الورقه بالميه، الورقه هتبوش، زائد ان الالوان كلها تتدخل مع بعض فهتغير وتتوسخ. فبالتالي لازم اكون اللون على الباليتا وانزل بيه على طول بشكل مباشر على اللوحه جنب بعض كده. يعني مفيش مجال ان انا اقعد اسيح، موضوع التسيح ده نستبعده تماما من الجواش. يعني هو برضه هنلاحظ الموضوع، ادي لون وبعدين جنبيه لون جنبيه لون جنبيه لون لحد ما الرسمه بتخلص. هنا برضه هنلاحظ موضوع البلوكن ان ده، ده شغل الفنان احمد البدوي. هنلاحظ برضه تحليل اللون، طبعا احنا بنسمي بلوكن ان دي بالعربي تحليل الالوان. يعني ايه تحليل الالوان؟ يعني اختصارها، يعني بدل ما المنطقه دي بقى فيها 500 درجه، لا انا بعمل ادي درجه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مثلا، فده اسمها تحليل اللون. ونلاحظ مثلا اللسعات اللي موجوده في التفاحه ما اتعملتش غير بعد ما الطبقه اللي تحتها نشفت، فبالتالي برضو لازم وانا بلون ابقى عارف امتى بحط ميه كتير واشتغل طري على طري عشان يحصل تداخل ما بين الدرجات في طبقات التحضير الاولى، وبعدين في طبقات الفينش النهائيه بشتغل في الاغلب طري على ناشف، يعني بشتغل بالفرشه فيها ميه على سطح ناشف عشان تقبل ان انا اعمل التفاصيل واحط الطبقات النهائيه دي. انما لو حطيت ميه كتير في المراحل الاخيره بيحصل ان الالوان اللي في الارضيه بتطلع معاها وبتتوسع. ده فنان تاني برضو شغال بنفس الطريقه، دي لوحه جواش والفنان برضو شغال بنفس الطريقه برغم الواقعية الشديدة اللي انت شايفينها دي. لكن لو عملنا زوم مثلا على البرتقانة هنلاقي ان هو عامل برضو البلوكن ان بس بنقلات هادية، يعني في درجات كتير قوي بس هما في الاخر برضو فيه فواصل ما بينهم. فاكرين لما كنا بنعمل مستطيل التدريج بالقلم الرصاص وكان في ناس بيطلعوا فواصل بين الدرجات؟ هي نفس الفكرة بالظبط، في الجواش لازم يبقى فيه فواصل، ما ينفعش اسيح زي الرصاص وما ينفعش اسيح زي الزيت. فكل خامه بيبقى ليها طريقه في التعامل شويه. طبعا كلمه جواش احنا قلنا ليها اصل ايطالي ولكن ليها بعض الجذور في اللغه العربيه، طبعا مش مؤكد قوي يعني، ولكن ممكن تبقى كلمه غواش اللي موجوده في اللغه العربيه، غواش يعني حاجه مغطيه، او يغشى يعني يغطي، ودي كلمه سر الخامه نفسها، فكره الجواش ان هو خامه لازم تغطي، عشان كده تسمى جواتسو وتسمى بالالوان المائيه المعتمه. دي لوحة للفنان أحمد البدوي، هنلاحظ برضو فكرة تحليل الألوان. شايفين؟ فالناس اللي متعودة تشتغل ألوان زيت كتير وتقعد تسيح بالفرشة على اللوحة، يا ريت ناخد بالنا وإحنا بنشتغل بالجواش، لأن هو مش مستعد لكده. دي نماذج أهي الألوان الجواش. طبعا هنا في البورتريه الفنان اشتغل طري على طري كتير، يعني بيشتغل ويحط سمك لون، ولكن في ميه نسبه ميه كتيره شويه في الالوان، فبتديك الاحساس المتداخل ده اللي موجود في البشر. وكل فنان برضو ليه طبيعته في استخدام الالوان، في ناس بتكتر الميه، في ناس بتقلل الميه، في ناس بتبين الفواصل، في ناس ما بتبينهاش، لكن في النهايه احاول احافظ ان ما يبقاش فيه تغييره في اللون، اللون ما يتغيرش، واحافظ ان ما يبقاش فيه سمك تقيل كبير للون عشان ما يتكسرش مع الزمن. يعني هو مش زي الاكريليك والزيت اعمل بيهم امباست وطبقات ويبقى فيه معجون للون، لا الجواش مش كده. الالوان الجواش ممكن تتغير بعد ما تنشف، يعني ممكن الدرجات الفاتحه تغمق درجه او درجتين، وممكن الدرجات الغامقه تفتحها درجه او درجتين، فلازم يبقى عندي توقع شويه. لما اكون درجه فاتحه
اكونها افتح من اللي انا عاوزه بدرجه او درجتين عشان لما تنشف توصل للي انا عاوزه. ونفس الكلام في الغامق برضه. طبعا استخدامنا للون الاسود في التصوير هو راجع لان الدرجات اللي احنا بنستخدمها حاليا درجات محدوده مش بتجيب لي الغامق اللي انا محتاجه. وممكن ناس كتير ما بقاش عندها الازرق البروسيا، فاحنا ممكن نكون الدرجات الغامقه وندخل فيها اسود بسيط يظبط لنا بس التون بتاع الالوان، لان احنا طبعا التون عندنا اهم من اللون. دي نماذج تانية للجواش، نلاحظ ان في فنانين بيتقلوا قوي، فنانين بيخففوا، وفنانين بيخففوا ويتقلوا في نفس اللوحه. خامة سلسة وبسيطة وسهلة ومتنوعة، ممكن استخدمها في أي حاجة أنا عاوزها سواء في تصميم أو في التصوير.